قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قرابة 6000 عسكري قتلوا في الأيام الستة الماضية من الغزو الروسي لبلاده، مضيفاً أن الكرملين لن يستطيع السيطرة على أوكرانيا بالقنابل والضربات الجوية. وأضاف في كلمة ألقاها في تسجيل مصور أنهم لا يعلمون شيئاً عن كييف، عن تاريخنا، لأنهم أي الروس جميعاً تلقوا أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعاً. وأضاف الكرملين لن يستطيع السيطرة على بلادنا بالقصف والقنابل، وحض بلدان العالم على عدم الوقوف على الحياد. من جانبه حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله إن أسلحة نووية ستستخدم ودمرا واسعا سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة. وقال لافروف إن روسيا التي شنت ما وصفه بأنه عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي ستواجه خطراً حقيقياً إذا حصلت كييف على أسلحة نووية. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لافروف قوله إن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.